السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. نعيمة، قالت ديك المسألة ديال الحريق ولا الآلام اللي كيكون على مستوى الكتاف، بعض المرات كتحس به على مستوى الكرش ديالها، مصابة بداء السكري وعندها الضغط الدموي كذلك، فشنو النصيحة اللي نقدروا نعطيو لنعيمة؟ نعم، إلا درنا واحد ملاحظة بسيطة أستاذ عفاف. نعم، نشوف المرأة المغربية للأسف الغدة الدرقية محيدة، الغدة الدرقية فيتامين دي ناقص، تونسيون طالع، سكري النوع الأول، سكري النوع الثاني، الوليدات الوغ كثرنا العبء على المرأة المغربية صراحة. وأنا كنقول الحل ما غيجي إلا من، لأن أصل المشكل غذائي، الحل كيجي غذائي. هذه هي القاعدة الذهبية اللي الناس خصهم يفهموها، وأن المشكل الغذائي الحل ديالو هو غذائي. بالنسبة للفا مثلا، حنا صدد مثلا الحديث عن المرارة ولا الفيتامين دي، للفام والمرأة، المرأة اللي كتكون عندها فيتامين دي زايدة كيكون عندها واحد الجينات ديال لي تيلومير كيكونوا ما كينقصوش دغيا. شنو كينقصوا؟ مي كينقصوا لي تيلومير كيكون عندك الشيخوخه. الوغ اي المراه اللي عندها فيتامين دي زايده واللي عندها فيتامين دي بشكل جيد حتى الشيخوخه ما كتوصلش، لان احنا للاسف اليوم ما بقيناش كنهضروا على العمر البيولوجي، ولينا كنهضروا على لاج ميتابوليك، ولينا كنهضروا على العمر. كاين الناس اللي عندهم 50 سنه وتشوفوا تقول هذا باقي صغير، كاين الناس اللي باقي صغير وتشوفوا تقول هذا عنده 50 سنه. وبالتالي هذا الشيء هذا كامل شنو السبب؟ السبب هو الاكل ديالنا حنا وهاد المسائل اللي كنديروها. بالنسبه للاخت، النقطه الاولى اللي هضرات عليها هو المراره، اللي كنهضروا على المراره، قالت الاخت انا كناخذ الدهون كضرني، مساله مباشره. علاش؟ لان الدهون بنسبه عاليه، انت المراره كتاخذ واحد النسبه كبيره، المراره ما كتقدرش، لان الناس كيقول لك لنا شويه، حنا شويه بالنسبه لنا ما كتعني والو، لان شويه عند واحد هي 100 غرام وشويه عند واحد هي كيلو. الوغ هاد شويه ديالهاش ما عرفناهاش، لان كاين بعض الناس يقول لك انا اللحم كناخذ شويه، انا هادشي كناخذ شويه. وبالتالي عرفكم المسائل، انا لما تحدث عن الوقايه والعلاج، مثلا الا بدينا من الصباح مثلا شنو خاصنا نديرو فيما يخص الوقايه والعلاج، المشكل ديال فيتامين دي والمشكل ديال المراره والمشكل الصحي. اولا يجب ان يكون نوم فيزيولوجي، ملي كنقول نوم فيزيولوجي نعسو بكري ونفيقو بكري، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الا فقنا بكري كنكونوا سمحنا للجسم ديالنا انه ياخذ، لان الناس مثلا قبيلة الاخت اتصلت من ورزازات، معروفه ان المشروع اللي دار المغرب فيما يخص المشروع الطاقي في ورزازات، راه كيما هاد الالات كتاخذ طاقه، راه حتى الجسم ديالنا كياخذ طاقه. الوغ الجسم ديالنا كتتعبى فيتامين دي، وكنا هضرنا عليها في الحلقه ديال اشعه الشمس، يعني كتجاوز الحاجيات ديالنا الفيتامين دي. الوغ الجسم ديالنا كيحتاج طاقه كنجيبوها من اشعه ديال الشمس. الوغ نعسو بكري، نفيقو بكري، واخا ناخذوا هذه الاشعه هذه، وناخذوا الاكسجين والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، والله سبحانه وتعالى كيقول والفجر وليالي العشر، واخا يعني هو القسم. الانسان اذا فاق بكري كويس ديال الماء، سبعه ديال التمرات، التمر مغربي، ناخذوا التمر مغربي، نشجعوا المنتوج المغربي، المنتوج المغربي ما فيهش مضافات غذائيه، المنتوج المغربي جيد، انواع مختلفه، بيطو بالمجهول، بفقوس البلح، التمر الانواع ديالو ناخذوه موجود في المغرب الحمد لله، ونشجعوا المنتوج ونكونوا متاكدين ان المنتوج ما فيهش مضافات. هذه النقطه الثانيه. النقطه الاخرى، ان الانسان اللي كيبغي يفطر، وبالمناسبه الفطور بين قوسين ما كنقولوش اهم وجبه، ولكن خصنا نعرفوا فوقاش ناخذوها. الفطور من الاحسن يكون في 6 ونص 7 7 ونص، ما نفوتوش 7 ونص، باش نوفروا على الجسم ديالنا افراز واحد الهرمون يسمى الكورتيزون، لان هذا شنو هرمون ايبر غليسيميون، كيطلع لنا لا غليسيمي. مع العشره، الوغ الفطور اولا قبل ما ناخذوا الفطور شنو ممكن ناخذوا فيه؟ كناخذوا فيه خبز كامل بالياف غذائيه، الالياف غذائيه فيها النخاله، فيها الليجنانات، الليجنانات فيها لونتيرولاكتون، لونتيرولاكتون كيحمي لنا المراه من سرطان الثدي، الالياف الغذائيه كتنقصنا عصارات المراره، كتولي المراره تشتغل بشكل جيد. الو خبز كامل الياف غذائيه. بالخميره البلديه، علاش بالخميره البلديه؟ لان الخميره البلديه فيها
بكتيريات اللي كنحتاجوها للجسم ديالنا كتغدي لنا البرو والبريبيوتيك كتغديهم في الجسم ديالنا، وبالتالي ما كتخليش البكتيريا الضاره اللي هي باثوجين انها تدير ما يسمى هي الديكونجوغ. الديكونجوغ هاد لابيل يعني ما كتخليش لابيل تقوم الدور ديالها. الوغ هذا فيما يخص الخبز بالنخاله، علاش كنقولوا بالنخاله والخميره البلديه. النقطة أنا كان هدر على حسب الموضوع، أما الخميرة البلدية عندها تأثير على جميع الأمراض بدون استثناء. على هذه النقطة الموالية. النقطة الأخرى هي أنا شنو نأخذ مع هذا الخبز الكامل؟ نأخذ مادة دهنية، يقدر يكون زيتون بدون ملح، وكنقول الزيتون محضر في المنزل بدون إضافة له مادة الصودا. على الزيتون الملح يكون ملحة حية وما تكونش نسبة ليا كبيرة. انا الناس الا بغينا نمشيو هاد انا احب الناس بالنسبه للفيتامين دي نسبه عاليه من الصوديوم، هاد لي فرماج وهاد المسائل سي بالابين، ناخذوا معها زويته بلديه اولا الزيتون اولا زويته بلديه والزيتون. ناخذوا البيض البلدي ممكن نقليوه، فاش نقليوه شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه، اولا نشدوا واحد كما كنقولوا احنا المغاربه داك الكاسرونه ونديروا فيها الماء، سخنوا الماء مزيان ورميوا داك البيضه، ومن بعد نصفيوها شويه ديال الماء وشويه ديال المليحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الزيت، وناخذوها معايا مع واحد المشروب اللي هو مشروب الشاي المغربي المعروف. واخا حققنا فيتامينات الكالسيوم هذا النهار كامل، هادشي اللي غنديروا غنحقوا الحاجيات ديالنا من 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 الكالسيوم باش الناس يطمئنوا. واخا قلنا الخبز الكامل، الزيتون، زيت الزيتون، الزبده بلديه، الناس ياخذوا زبده بلديه علاش؟ لان الزبده بلديه لي شان ديال الكربون ديالها قصار، الجسم دغيا كيقطعها والفيزيكول ديالها كتكون عندها سهوله التعامل معها. مي كيكون السمن كيكون احسن، علاش؟ لان البكتيريات وفرت علينا ذاك العبء اللي ياخذوا الجسم. في العشره ديال النهار ممكن ناخذوا الفواكه، ممكن ناخذوا التمر، ممكن ناخذوا الشريحه، ممكن ناخذوا الزبيب، والجميل هو ان هادو كاملين ممكن نديهم معايا للعمل ديالي، ولا ممكن نديهم معايا لمكان الشغل ديالي. كيجي الغداء اول حاجه نبداو بالسلطات. الوغ مي كنقولوا هاد لي سلطات كنقولوا خضر. الوغ الخضر فيها ماده تسمى الكلوروفيل، وفيها مواد كيتسموا لي بوليفينول، وفيها مواد كيتسموا لي فلافونويد، عاد مواد اخرى كتعطينا واحد المفعول كيتسمى استرانجونس، يعني لفي استرانجونس، كتخلينا الامعاء تحرك، كتجر معها لابيل، كتخلي المراره انها تشتغل بشكل جيد، وما عندكش تكون حصوات ديال المراره، بالاضافه الى ان المذاق الحامضي والمذاق المر والمذاق ديال النبات هو صديق الكبد. ونذكر ان المشكل اللي عندنا دابا الغده ديال المراره هو مشكل في الكبد. واخا الوغ مشكل في الكبد، مي كنعطيو الكبد اغذيه جيده كتكون المراره بشكل جيد. الوغ من موراها ناخذوا الوغ اللي كنقولوا حنايا الشلاده، ما نزيدوش معاها هذاك المعلبات من هذاك الاسماك المعلبه، ما نزيدوش معاها هذاك المايس ولا ذاك الذره اللي كنديروا، ما نديروهاش بالخل، نديروها بالحامض، نزيدوا معها زويته بلديه، نسموها مره برا بزريعة الكتان، مره نهارية ونهار لا، واحد يومين سيمانه جيد. من موراها ناخذوا الوجبه ديالنا الرئيسيه اللي هي الطاجين الخضر المغربي بالاسماك، مره بالاسماك مره بالدجاج بلدي. الخضر نديروا 7 خضاري 8 الخضاري 9 10 20 الخضره، عندنا في المغرب ما كاينش مشكله. ناخذوا معاه الاسماك ما تكونش مقليه، خبز كامل، واخا يكون خبز كامل بالخميره البلديه من الاحسن، ويحبذ انها تكون بالخميره البلديه. نتجنبوا عافاكم اخذ الفواكه بعد الوجبه، لان الفواكه بعد الوجبه الجسم يصنع الايثانول، والايثانول الكبد يتعب مع ماده الايثانول الاي ان، لان هي الماده اللي كاينه في الخمور واللي كاينه في الكحول اللي حرموا الاسلام. الوغ نبعدوا هذه الفواكه هذه. الوغ مين كنكونوا ريحنا الكبده كنكونوا ريحنا الفيزيكول فيها، كيبقى لنا الوجبه ديال العشيه والوجبه ديال العشاء شويه، ونجاوبوا عليهم ان شاء الله نكملوا الاسئله ديالكم. واخا نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وحفيظه على الخط معنا من فرنسا. اهلا وسهلا بك حفيظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حفيظه من فرنسا. انا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، كنشكر الاستاذ الحليمي. مرحبا بك حفيظه. السؤال تاعي هو انني محيده المراره. اييه. والمراره عندها واحد الدور كبير على حسب ما قال الاستاذ. نعم. المشكل واش عندها شي اثار على الكبد او على الاعضاء الاخرى؟ اييه. واخا حفيظه. المشكل الاخر هو ان عندي مشكل فيتامين دي. نقص الفيتامين دي بحكم ان هنا في اوروبا ما كاينش بزاف. كنعانوا منها. من هذا. عندي واحد السؤال ثاني
اللي ماشي في الموضوع. هو سؤال ثالث. نعم. عندي الجل في ملي كنتعرض للشمس كينوض لي حبوب رقيق بزاف في الجسم ديالي. بنتعرف شنو المشكل. شكرا لك حفيدة، وصلت معنا من فرنسا، وتحية للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفعلا كانت هذه النقطة اللي كنت بغيت نسولك فيها الأستاذ الحلمي، بالنسبة للناس اللي كيزولوا المرارة، ما كتبقاش كعضو متواجد في الذات ديالهم أو في الجسم ديالهم، هنا العمل في الجسم ديال هاد الناس كيف كيكون، والعبء أو ذاك الدور ديال المرارة شكون كياخده؟ نعم، هذا سؤال مهم. الو حنا الجسم ديالنا العمل المرارة كيكون الو المرارة كتشدنا، الو الكبد يصنع العصارة ديال المرارة، كتشد هذيك المرارة بحال واحد انسيتيرم، بحال واحد الكيس كيجمع لنا ذاك المرارة. مي كيحتاجها الامعاء، لان الامعاء كتفرز واحد الهرمون سميتو سيسيكال كوليسيستوكيني، كتقول المرارة اعطيني ذاك العصارة باش نقطع الدهون. الو المرارة ما كايناش، شنو غيدير الكبد؟ غيكبها مباشرة في الامعاء، ولكن ماشي بالنسبه لي كتكون ديما. واخا داكشي علاش الناس ديال المراره معروفين انها كتكون عندهم يعني انتفاخات، الناس اللي محيدين المراره عندهم انتفاخات. واخا كيكون عندهم بارفوا كتكون كونستيباسيون، يعني كيكون قبض من موراه، بعد مره كتكون دياري، كتسمى انفوس دياري، ماشي دياري اللي هي بشكل هادي. الوغ شنو الحل لهاد الناس؟ هو ان الدهون تكون الدهون الاصل ديال الدهون يكون زيت الزيتون، اذا كان زيت ارغان ما فيها بس، والدهون ردوا البال، لان ملي كنعطيو الجسم ديالنا كنصدموه بواحد النسبه كبيره ديال الدهون. كنت محيد المراره، لان كاين بعض الناس اللي الجسم ديالهم كيتعامل مع المراره بطريقه التعامل مع المراره بحال الا محيدها. علاش؟ لان عطيتي للجسم ديالك واحد النسبه كبيره من الدهون، شنو كدير المراره؟ كتعطيك ذاك الا بغينا نقولوا حنا يطرو كاع ديال هاد العصاره، ولكن ما بقاش العصاره، خصها تستنى شويه باش انها تجمع هاد الماء. شنو كنديروا؟ ارهاق الجسم ديالنا. الناس اللي كيحيدوا المراره كيكون عندهم بالونمون، كيكون عندهم انتفاخات، كيكون عندهم يعني الام كونستيباسيون دياري، يعني قبض او لا اسهال. الوغ هاد الناس شنو خاصهم يديروا؟ اول حاجه غنبداو بها هي اننا نعزوا البكتيريا الصديقه في الامعاء، باش بالخميره البلديه لي زاليمون لاكتو فيرمونتي، الزبده يعني على شكل السمن، ممكن ياخذوا هاد الناس هادو، ما كاينش مشكله. الوغ هنا كنكونوا نقصنا شويه من الاعراض اللي ممكن تبان لنا. الوغ بالنسبه للاخت جمعات بجوج بين فيتامين دي وبين مشكل المراره، الوغ عندها نقص فيتامين دي وعندها مشكل في المراره، وهذا خير مثال. يعني احنا المغاربه كنقولوا سل مجرب لا تسل. الوغ بالنسبه لها هي جمعات هاد المشكل هذايا، الوغ المشكل ديال الفيتامين دي والفيزيكول بيليا، ممكن نديروا نظام اللي ممكن يمشي معاهم بجوج. من هنا غتجرنا الحديث اننا نهضروا على المساله ديال العشيه. الوغ العشيه على شكل فواكه 5:30 العشيه، 6 العشيه، فواكه كلها نخلطوا الفواكه مع بعضياتها. دابا نيت دابا كاينه الحوامض، والحوامض فيها فيتامين سي، والمذاق الحامض. الناس كيقول لك لا هاد الليمونه المذاق ديالها حامض، الوغ الله سبحانه وتعالى عطاك الليمونه فيها العظم، خصك تاخذها فيها العظم، ماشي غنقولوا خذ العظم، غير خذ الليمونه اللي فيها العظم، لان بعض الناس يمشي كنسمع الناس كيبيعوا ويشريوا يقول لك الليمون بالعظم. الوغ الليمون بالعظم عنده فوائد، بالعظم عنده فوائد، نسبه الحموضه فيها فوائد. الوغ الليمون ولا هاد الحوامض كلها المذاق الحامضي يحبه الكبد وتحبه المراره. هي ماشي بنسبه عاليه، الناس كيمشيو يبقاو ياخذوا مكملات غذائيه على شكل ما يسمى فيتامين سي، اللي هو كيكون سانتيفيك اصلا، كيكون مصنع، ما كيكونش طبيعي. واخا الوغ خذوا فواكه العشيه اللي الوصيه ديالي هنا عافاكم الله يجزيكم خير، العشاء يكون مع صلاه العشاء، ما تكونش فيه ماده دهنيه، لان يعني كتكون عندنا لاصات بيليار كدارنا مع الوحده الوحده ونص غتفيق في الليل، هو يكون عندك مشكل ديكالاج ديال النهار كامل. اللي شنو ممكن ناخذوا؟ ممكن ناخذوا الشربات بجميع الانواع ديالها، فوائد الشوربه كثيره بزاف، نديروا فيها اليقطين القرعة الحمراء، نديروا جميع الخضر ما كاينش مشكل. ما كاينش هذا الشيء، ممكن نديروا الحريره المغربيه وما نجمعوهاش بالدقيق الابيض، نجمعوها بالبطاطس، نديروا جوج بطاطات جوج خزوات بصله، نخليهم يطيبوا مع الحريره ونحيدهم ونطحنهم بالخلاط الكهربائي، وبعود ما نجمع بالطحين نجمع بالبطاطا وخزو ولا البصله. الوغ ملي ما كاينش هذا الشيء، ممكن دير التشيشه المغربيه والتشيشه بالمناسبه، يعني ماشي ضروري تضم واحد السائل ابيض، التشيشه هي الشعير زائد ماء زائد زيت زيتون، نسموها نديروا الا نديروا حبه حلاوه النافع. الوغ هاد المسائل هذه كامله كنكونوا حمينا الجسم ديالنا من العديد من المشاكل، ماشي على المراره، ماشي على الفيتامين دي، ماشي على هذه المشاكل هذه اللي كنعانيو منها. نعم. غادي نمشيو هاد المره في اخر مكالمه، غادي تكون هي ام مروه على الخط معنا، وبها غادي نختموا الحلقه ديال اليوم. اهلا وسهلا بك ام مروه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه فرصة سعيدة أنني استطعت نتكلم معكم شحال هذه وأنا تنحاول. الله يطول عمرك بغيت نتكلم مع الدكتور الحليمي. تفضلي أم مروة. الله يطول عمرك لله ويجازيكم بخير. واحد الخطرة سمعت واحد السيدة هضرات مع الدكتور الحليمي قالت له بأن كان عندها ريزيرف ديال لوفيغ نازل بزاف وما عرفت شنو عطاها وطلع ليها، وأنا عندي شي 14 هادي وأنا كنعاني من فقر الدم وعندي والبروبليم هو لافيغيتين ديما نازلة عندي، لأن لا ديغنيغ فوا آخر مرة درتها لقيت شي جوج ونص تقريبا طايحة بزاف، دونك ومشيت عند طبيب الدم ما خليت ما درت ديال لي زاناليز. دونك أنا الله يجزيكم بخير إلا كان ممكن يساعدني دكتور الحليمي يقول لي غير السيدة شنو دارت باش طلعت ليها لافيغيتين. الله يجزيكم بخير. شكرا لك أم مروة. وحنا في الدقائق الأخيرة من عمر الحلقة ديال اليوم أستاذ الحليمي. تفضل. نعم، هو أولا إحنا ما عطيناش شي حاجة سحرية. وحنا ما كنعطيوش وصفات سحريه. هي ذكرتي فعلا هي كانت مستمعه اللي كانت حسنات النظام الغذائي وكانت عودات التحليله. نعم. تواصلت معنا في حلقه تمام. اخرى. نعم نعم، هو عارف الناس يعرفوا، وحتى القران الكريم الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، بلا ما نقول شي واحد انا عندي وصفه ولا هذه. الوغ الاخت لا ان شاء الله الا بغات نعاودوا هذه النقط هذه. نعم. قريبا نديروا الحلقه ديال الدم. اكيد. ربما الدم ناخذ واحد ثلاثه الحلقات. ومن ضمن اللي غنهضروا عليها هو المخزون ديال الفيريتين. غنهضروا على الفيتامينات، منها فيتامين بي 12 لان كاين بعض المشاكل. نعم. فيما يخص سوء الفهم ديال فيتامين بي 12. الحديد، النحاس، غنهضروا على فريق عمل ديال الدم في القريب العاجل ان شاء الله لما نتحدث عن الدم كماده في الجسم ديالنا ان شاء الله. وجمعه مباركه وكنتمنوا ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. لا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. جزيل الشكر لك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه.